الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبا عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضيوفنا الكرام، الحضور الكريم، نحن بين مناسبتين هامتين، إحداهما دينية ولنا معها وقفة، وأخرى وطنية ولنا معها وقفة هامة. أما عن المناسبة الدينية التي اجتمعنا لإحيائها فهي الاحتفال بليلة النصف من شعبان، مقدمين بعض الأيام لا بأس، ومعها أيضا الاحتفال بذكرى تحويل القبلة. وهنا وقفتان، الأولى مع قول الحق سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. خطاب الحق سبحانه وتعالى لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: فلنولينك قبلة ترضاها، ولم يقل سبحانه فلنولينك قبلة نرضاها، مع أن التعبير لو جاء كذلك فمرضاة الله هي مرضاة الحبيب وأمنية الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: فلنولينك قبلة ترضاها، وكأنه يقول لنا: من أرضى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أرضاني، ومن أحبه فقد أحبني. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك أن يقعد رجل متكئ على أيكته شبعان يقول: هذا كتاب الله، أو عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فنشهد أن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءت شارحة ومبينة ومفسرة ومتممة ومكملة لكتاب الله عز وجل، لا غنى عن سنة رسول الله، كما أنه لا غنى عن كتاب الله عز وجل، وهو ما ندين لله به. غير أننا كما أننا مطالبون بحسن فهم كتاب الله، مطالبون بحسن فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجانب الآخر في الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والتوجه تجاه المسجد الحرام في الصلاة المعبر عنه عند الفقهاء باستقبال القبلة شرط صحة، لا تصح الصلاة إلا به. فكيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب؟ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما صلوا نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم جاءت الاستجابة الإلهية أيضا لتطلعات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الأمر بتحويل القبلة، قال الكفار والمشركون والمنافقون: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
ما الذي حول محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن القبلة التي كانوا عليها؟ ولماذا يترك قبلتنا؟ ولماذا صلى إليها أولا؟ وما حكم الذين صلوا تجاه بيت المقدس؟ فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. واحد يسأل سائل: أيهما أفضل، الصلاة تجاه بيت المقدس أو الصلاة تجاه البيت الحرام؟ لا يجوز لنا الآن إلا أن نصلي إلى بيت الله الحرام، لكن نقول أفضل لمن أمر بالصلاة إلى بيت المقدس أولا أن يتجه إلى بيت المقدس، وما كان له أن يتجه إلى بيت الله الحرام، وإلا لتوجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء التحويل لا يجوز أن تتوجه إلى بيت المقدس، وكأنه يقول ليست القصة لا في أن تتوجه إلى المشرق ولا إلى المغرب ولا إلى بيت الله الحرام ولا إلى بيت المقدس، وإنما العبرة بأن تستجيب حيث أمرك الله. فإن أمرك بالتوجه إلى بيت المقدس تتوجه إلى بيت المقدس، أمرك بالتوجه إلى بيت الله الحرام فالقدسية تأتي من الأمر الإيه؟ من الأمر الإلهي والاستجابة للأمر الإلهي. هذا هو الجانب الأول. ثم يأتي تكملة الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم ينتقل من جزء العقيدة إلى جزء العمل السلوك: وآتى المال على حبه. الضمير في حبه عند بعض المفسرين يعود إلى المال، الإنسان بطبعه متعلق بالمال، مع حبه للمال يخرجه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. متعلق بالمال وبالدنيا، خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر، لا أن تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم ودنت ساعة الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان. على حبه، أي على حب المال والتعلق به، فأنت مع حاجتك إلى المال والدنيا مقبلة عليك وأنت تتمتع به وفي ريعان شبابك تعلم أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال بعضهم: على حبه، أي إخلاصا له. فالضمير في حبه يعود على المولى عز وجل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ولا مانع من أن يحمل الضمير معنيين، المعنيين معا، فهم في شبابهم ومع تعلقهم بالمال يؤتونه حبا لله، ويشمل الضمير المعنيين ويجمع بينهم أنه مع حاجته إلى المال يكون سهل النفس مرضاة لله عز وجل. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. لاحظين لما يقول صلى، إقامة الصلاة غير الصلاة، أدائها كاملة. ليست العبرة بأن تتوجه تجاه القبلة وأنت في غيبوبة عن الصلاة وأنت لا تعي من الصلاة شيئا، أنت تؤدي حركات وسكنات. إقامة الصلاة أن تؤديها أداء قلبيا قبل أن تؤديها أداء جسديا. إقامة الصلاة إعطاءها حقها ومستحقها وأركانها. فليست العبرة في أن تتوجه تجاه بيت المقدس وعقلك وقلبك مغيب عن الله عز وجل. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا. إذا صلى الإنسان وصام ولم يفي بالعهد وكان كذابا وكان منافقا، فما استفاد لا بصلاة ولا بصيام. ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. الإسلام أخلاق وسلوك، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أما الوقفة الأخيرة فهي وقفة وطنية، ونحن أكدنا ونعلن وما زلنا وسنظل نؤمن بأن المساجد بعيدة كل البعد كما أكدنا عن الاستخدام الحزبي أو السياسي بمعنى السياسة الحزبية أو الشخصية، وأن المساجد بفضل الله ظلت وستظل
بعيدة عن أي دعاية لشخص أو حزب، وهذا ما ثبت وحفظنا عليه في كل الاستحقاقات الوطنية السابقة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لكن هذا شيء، والبعد الوطني شيء آخر. القضايا الوطنية، فرق بين السياسة الحزبية أن تستخدم المساجد لصالح حزب أو جماعة فتحدث فرقة في المجتمع، وبين أن تؤدي دورا وطنيا. ونحن نعتز في وزارة الأوقاف أننا أخرجنا 3 كتب وطنية. الأول تحت عنوان مشروعية الدولة الوطنية، والثاني الكليات 6 الذي يؤكد أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، والكتاب 3 أخرج لتوه وسيخرج خلال أيام لليكون بين أيدي الناس، بناء الشخصية الوطنية. ولا أدري لماذا يتحسس علماء الدين وبعض الناس وكأن الدين في جانب والوطن في جانب. نؤكد أن كل ما ينصلح به حال الأوطان هو من صميم مقاصد الأديان، وحيث تكون المصلحة فسمى شرع الله. بعض الناس عندما يتعلق الأمر بالوطن كأنه إذا تحدث في الوطن يتسم بالنفاق، إذا تكلم كلمة حق في حق حاكم عادل أو في حق مسؤول عادل أيا كانت المسؤولية يقول أنا لا أحب المسؤولين ولا أتقرب. يا أخي صحيح، لا يعني هناك نهي عن النفاق، لكن إنصاف الناس وإعطاء الناس. انظر ماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلامي ولا كلام أحد. قال إن من إجلال الله عز وجل، من تعظيم الله، إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام الإنسان كبير السن وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه، حامل القرآن الذي يعمل به، وذي السلطان المقسط. من إجلال الله إنك تكرم الحاكم العادل وتذكره بالخير، حتى تعمم النموذج. سيدنا أبو بكر يقول فإن وجدتموني على خير فأعينوني، يحتاج إلى الإعانة، وإن وجدتموني على غير ذلك فقوموني. وإلا بقى لو كانت القضية إن من أحسن تقول من أساء تقول له أسأت، ومن أحسن تقول له أسأت، فأنت لا تحمل أحد على أن يتحمل أمر ما. الإنصاف والعدل، من كان يعمل لصالح دينه وصالح بلده وصالح الناس في أي موقع كان، الأمانة، المسؤوليات العامة والأمر العام أمر صعب، يحتاج إلى إعانة من الله وإلى توفيق من الله أولا، وإلى مساندة لمن يتقي الله في المهمة التي كلف فيها. أما إن كان الإنسان يتقي الله في المهمة التي كلف فيها ويعمل ليل نهار ومع ذلك لا يلقى إلا السخط ولا يلقى إلا النفور، فمن الذي، فهذا ليس لا من الدين ولا من الإسلام، هذا كلام النبي. إن من إجلال الله، من تعظيم الله، أن تنصف الناس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في أول 7 الذين يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله؟ الإمام العادل. لأن قضية تحتاج إلى جهاد نفسي كبير. فزي النبي ما قال وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. عندما نتحدث عن القضايا الوطنية يجب أن نتحدث بشجاعة وبقوة، وأن نعلم أن بناء الأوطان من عمق صميم الأديان. وعندما يأتي أي استحقاق وطني أو دستوري كتلك الاستحقاقات التي يقدم عليها الشعب المصري، هنا نؤكد أن الولاء الوطني والانتماء الوطني يجب أن يترجم إلى سلوك وإلى عمل بالمشاركة الإيجابية. الشعب المصري شعب عريق الحضارة عبر تاريخه، يجب أن نري العالم كله أننا شعب واعٍ، شعب متحضر، والإيجابية تقتضي عدم الكسل. بناء الأوطان ده إذا دخل العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب عليهم أن يدافعوا عنها وأن يفتدوها بدمائهم. أنت الآن يطلب منك مشاركة، لا نتدخل، كل إنسان يأخذ ما يمليه ضميره الوطني،
لم تعلق لافتة دعاية واحدة في أي مسجد من المساجد، لم يقم مؤتمر واحد لا في أي انتخابات لا سابقة ولا لاحقة، ولن يحدث ولا يريد أحد، ولن نقبل المساجد لله. لكن في القضايا الوطنية المشاركة الوطنية نحن وطن والله العظيم، عندما ننظر ونتابع ما يحدث حولنا وما تبثه أبواق الجماعات الإرهابية لمحاولة تدمير كل دول المنطقة لصالح أعدائها وإدخالها في فوضى، تشعر أن العالم يتكاتف والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. عندما تشاهد أبواق هذه الجماعات الإرهابية والله والله كأنها لا تقصد إلا مصر، وتلتف حول أطرافها وجيرانها للإيقاع بها لصعوبة المواجهة المباشرة. فيجب أن نكون على وعي بما يخطط لمنطقتنا وديننا وأمتنا. ومصر القلب النابض للعروبة والإسلام، وستظل بإذن الله. ونقول: الشعب المصري شامخ كالجبال، وكما قال الشاعر في بيت نعدله: شعب شعب ليس فيه، شعب ليس فيه ما يسر عدوه، شعب ليس فيه ما يسر عدوه على أن فيه ما يغيظ الأعادية، شعب ليس فيه ما يسر عدوه على أن فيه ما يغيظ الأعادية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيفتح عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا، فإنهم خير أجناد الأرض، وإنهم وأهليهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة، ونحن في رباط وسنظل في رباط إلى يوم القيامة، وستظل مصر القلب النابض لأمتها عروبة وإسلاما، ضاعا وسيفا لأمتها، قويا شعبا واعيا متحضرا. وهذه الحضارة يجب أن تترجم إلى عمل وإلى سلوك بالمشاركة الإيجابية، ثم يبقى على كل إنسان أن يتخذ الموقف الذي يمليه عليه ضميره. وعلينا عندما نتحدث عن الوطنية والقضايا الوطنية أن نتحدث بشجاعة كما نتحدث عن القضايا الدينية، لأن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، والشعب المصري بخير، والأمة العربية والإسلامية بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.